السلام عليكم ورحمة الله الزلف اللون، مرحبا بكم. بديناها بالحراقة نكملوها بالحراقة. راك تشوفوا الجزائر هي يعني البلاد اللي تدفع أكبر عدد ممكن من الشباب اللي يمشي يضحي بحياته ويغامر. سمعت يقول لك يأكلوا الحوت ولا يأكلوا الدود، واختيار صعيب 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 جدا. شفنا في بداية اللايف تاع اليوم كيفاش البحرية الجزائرية قتلت شابين، جاء للتأكيد انهم زوج اللي قتلوهم، ومنهم شاب اللي حطينا الصور دياله. في الفيديو هذا راح نشوفوا كيفاش البحرية الإسبانية أنقذت 13 حراق جزائري، ما قتلوهمش أسبانيول، أنقذوا 13 حراق جزائري ببابور تاع لاغار سيفيل ديالهم بليزيليكوبتر، والناس كلهم لاباس عليهم. ونشوف واحد وليد 20 سنة في عمره الله يبارك يتكلم. صح وليد هذاك ما يكرهش الجزائر، انما ولاد الحرام كرهوه فيها، ومن بعد يعاود يفطن على روحه، ولكن يقول لك خلاص الجزائر ما نرجع لهاش. اسمعوه. ماري غيتونا هنا يا من الناس، لا على بالي بلي ماري نورمال، على بالي بلي ماري نورمال. أنا بوحي عندي 20 عام، ما عنديش بس بزاف، عندي غير 20 عام. الكاميري فيا بويا، والله ما غادي يزيدنوا لي لاجيري، الكاميري ما غادي يزيدنوا لي لاجيري كاع، صاي بزاف. طوماغ ميتة، ماما ميتة، وبويا عنده 65 عام، ما زيدش نقول لي لاجيري. إسبانيا وفرنسا بلادي. كوانتو تيمبو يوين الأوا؟ How time in the water? 1 hour? C'est bon. شفتوه مخلي باباه عنده 65 عام، مخليه ويروح يغامر هكذا لما ميت. وباباه بالنسبة لي 65 سنة بقاش، يعني شكون اللي ينزل هذا الشيء هذا؟ شكون اللي ينزل؟ وليد 20 سنة في عمره، زهرة شباب، راه في زهرة شباب. شفتوا وين راهم موصلين ولاد الحرام؟ واش هذا مخدمو المخزن؟ هذا مخدمو المخابرات الفرنسية؟ هذا مخدمينو الموساد؟ واش شكون اللي يلزو لهاد الشيء؟ ولاد الحرام راه مكثر من كلش. ولاد الحرام هادو اللي سرقوا لنا بلادنا وسرقوا لنا احلامنا وسرقوا لنا كلش، ما خلاو والو في الجزائر. شاب كيما هذا سرقوا له المستقبل ديالو، شاب كيما هذا سرقوا له الاحلام ديالو، لانه علاش قادر يعيش في بلاده ويخدم في بلاده؟ سمعت من اللي يحب يروح يحوس توريست يروح قدره، كيما كنا زمان، كيما كنا زمان. وعلاش اليوم هذا الشاب هذايا خلوه هكذا؟ شفتوا ولاد الحرام واش يديروا؟ هو على كل حال الشاب هذا ما قبلش يخدم ذباب الكتروني خلصوا زوج دورو كيما ولاد الحرام اللي يجوا يخدموا في الذباب الالكتروني، ما قبلش. انه هذا ولد عصر، ماشي كيما ذوك الذباب والجردان اللي ما عنده لا اصل لا فصل، ما عنده لا اصل لا فصل. شفتوا الحراقة من الجزائر كان الحراقة من تونس ومن المغرب اللي ما عندهمش بترول وما عندهمش غاز، ويجوا لعرايا يتكسلوا بالغاز والبترول. نعم تكسل بالغاز والبترول على اسبانيا، واسبانيا تحميلك في ولادك وتاخذك فيهم وتوكل فيهم وتشرب فيهم وتنقذهم من الموت هكذا ياك. الله لا يتربحكم يا ولاد الحرام، ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. عشرية وإحنا خرجنا بالسلمية، اعتقلوا كاع الصواليه كي قلنا لهم مدنية.
يسقط يسقط حكم عليك.